اجتياز رحلة محفوفة بالمخاطر في عرض البحر المتوسط للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا، قضى هؤلاء المهاجرون عدة أسابيع في مركز استقبال اللاجئين. الآن يستعدون لبدء رحلة ثانية لا تخلو من التعب أيضاً من لامبيدوزا باتجاه جزيرة صقلية. الله مبسوطة، شعب كويس كتير، قلنا شعب كويس والله محترم، بكل احترام لكم والله. تعبنا من رحلة بحر وتعبنا من إقامة في الـ إقامة في الـ شعب كويس والله، إقامة في الـ في الكام، والحمد لله الله فرجها معنا هلا، وإن شاء الله لقدام أحسن وأحسن إن شاء الله. بعد عدة أسابيع في مركز استقبال اللاجئين، سمحت السلطات الإيطالية لهؤلاء المهاجرين السوريين بالذهاب إلى صقلية لتقديم طلبات اللجوء. غادروا لامبيدوزا وخلفوا وراءهم بضعة مئات من المهاجرين الآخرين في مركز الاستقبال، ينتظرون أن تنتهي السلطات من دراسة حالاتهم. بعض اللاجئين السوريين أعلنوا الإضراب عن الطعام احتجاجاً على إبقائهم فترة طويلة، في حين تم البت بأمر الآخرين بوقت أسرع. الأعداد الكبيرة للاجئين والشروط السيئة للإقامة تصعب إمكانية التأقلم، خصوصاً وأن المركز معد لاستقبال المهاجرين 3 أيام فقط، لكن في معظم الحالات الإجراءات الأمنية قد تطول لأسابيع. أمام جناح الرجال الرئيسي المدعو قاعة F2 تم إفراغ مكتب وإعداده لاستقبال 200 شخص. المخيم مكتظ للغاية. مؤخرا في الأيام الماطرة عند وصول أعداد كبيرة نلجأ إلى وضع الناس في الباصات والحافلات الصغيرة. المبنى في الأساس معد لاستقبال 254 شخصا، لكن وبسبب تزايد عدد المهاجرين قد يصل عدد المتواجدين هنا إلى أكثر من 600 شخص، ويجد اللاجئون القادمون من بلدان ومشارب مختلفة صعوبة في التأقلم مع بعضهم. والله هنا النساء يعني مش مرتاحات كلين، بس اليوم أفضل من مبارح، اليوم أفضل من مبارح، اليوم توسعنا، راحت ناس توسعنا شوية. مبارح كلنا يعني على الأرض نايمين وهيك بلا غطا وبلا إشي، أنا ما نمتش ولا غير هلأ نمت شوي. المركز فقير بالخدمات، اللاجئون وتحديداً السوريون منهم يتذمرون من عدم وجود تلفاز لمتابعة أخبار بلدانهم. الانتظار هو النشاط الوحيد الذي أتقنوه خلال إقامتهم. بالنسبة للأطفال فهناك مرشدون يقومون بتعليمهم اللغة الإنجليزية أو الإيطالية وينظمون لهم دروساً في الرسم في محاولة للتخفيف من الأزمات التي عاشها الأطفال في رحلتهم الشاقة قبل الوصول إلى مركز الاستقبال. نرى كثيرا رسومات لقوارب ولسفن أثناء العواصف، نرى برقا وأمطارا، هذه الرسمة رمزية جدا، نشاهد قاربا في عرض البحر مكتظا بالناس. القوارب الممتلئة بالناس التي رسمها الأطفال ليست إلا صورة صادقة عن واقع جزيرة لامبيدوزا. فرق الإنقاذ في هذه الجزيرة المتوسطية متمرسون في عملهم لأنهم معتادون على وصول سفن مهاجرين على أرضهم. حالياً هم يملكون 5 قوارب مخصصة لعمليات الإنقاذ. التحضير لعملية الإنقاذ يستغرق 30 دقيقة في العادة، لكن هنا في لامبيدوزا بفضل سنوات الخبرة الطويلة نحن قادرون على التصرف بوقت أقل بكثير، يتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة. القوات البحرية الإيطالية تعمل في المياه الدولية لإنقاذ السفن، وسيقوم الاتحاد الأوروبي بتخصيص أموال لمساعدة هذه القوات. في شهر واحد قاموا بإنقاذ أكثر من 3000 شخص. يمكن أن ندعو ما نقوم به عملية عسكرية لأننا نستخدم الوسائل العسكرية، لكنها وقبل كل شيء مهمة إنسانية، لأن الهدف الرئيسي هو تأمين حماية الأرواح في البحر. إنه ليس ممرا إنسانيا، لأن ذلك يجب أن يبدأ من طرابلس. بالقرب من ميناء الجزيرة تقبع مقبرة السفن.
تركها سكان الجزيرة لتبقى شاهداً على القوارب التي تحطمت من أجل الوصول إلى لامبيدوزا، بوابة أوروبا في المتوسط، للآتين من ليبيا وتونس وأثيوبيا وغيرها الكثير. كنا هنا للمساعدة في شد الجثث الهامدة. 1، 2، 3، 5، 10 كنت مضطرا لإبقاء قاربي في مكانه. لأني تحركت للأمام فإن أحد البحارة سيقول توقف سيمون لأن هناك جثة عند مقدمة السفينة. وإذا حاولت العودة للخلف فإن آخر سيقول توقف سيمون فهناك جثة عند المؤخرة. كان بحرا من الأجساد العائمة لم نكن قادرين على إحصاء عدد الجثث لكثرتها. انظر إلى الحطام كان على عمق 50 مترا. إنها تبعث الخوف خصوصا عندما تكون في القاع لأنها تبدو داكنة جدا. بالقرب من الحطام كان هناك بقع مخيفة. عندما اقتربنا اكتشفنا أنها أجساد بدون أرواح. كان هناك الكثير منها حول القارب. المهاجرون الواصلون إلى لامبيدوزا يحلمون بالالتحاق بالدول الأوروبية الأخرى خصوصاً الدول الإسكندنافية، لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تسمح لهم بتقديم طلب اللجوء إلا في البلد الذي وصلوا إليه. النرويج هي وجهتي لأن لي أصدقاء هناك. إذا أذن لي الله الوصول بالسلامة سأعتاد هناك على العادات وطريقة العيش والثقافة والوضع. مواطنو لامبيدوزا ينتشلون قوارب المهاجرين من البحر منذ زمن، لكن أحداً لا يمد يد العون لجزيرتهم الصغيرة. المدرسة الابتدائية مقفلة منذ 3 سنوات. الطلاب يلتحقون في صفوف المدرسة الثانوية. إنها تستخدم كمدرسة ثانوية في الصباح وابتدائية في المساء. لا سفنا جيدة عندنا ولا طائرات ملائمة. إن وجدت فإنها لا تقوم برحلات كثيرة. الإنارة مكلفة جدا وتزودها شركة خاصة. والماء مكلف أيضا. ماذا تقدم لنا الدولة؟ لا شيء. منذ عدة أيام تعرض ابن صديقي لحادث بسيط، ومن أجل إجراء صورة شعاعية كان علينا نقله إلى صقلية بطائرة إسعاف. أمر لا يصدق. التصوير بالرنين المغناطيسي هو شيء اعتيادي في كل مكان، لكن هنا يكلف الكثير من المال. ما إن تطفأ الأضواء عن ظاهرة الهجرة ستعود لامبيدوزا جزيرة منسية. أنا أدعوها نيفرلاند، الجزيرة غير الموجودة. بعد تراجع مهنة الصيد، السياحة أصبحت المصدر الأساسي للاقتصاد في هذه الجزيرة الصغيرة. إنها تستحق مزيداً من الاهتمام حتى لا تتحول إلى مجرد مرفأ تتحطم على شطآنه أحلام القاطنين والمهاجرين.